Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi je vais très bien. Ana ktir mliha. Vous m'avez manqué. Yani jtaqtilkom. Je suis votre prof de français, Carole. Et je vous attends. Yani ana bintizarkom. Bana nitaallam ktir ishya bihadi lhalqa. Min minkom bitzakkar bilhalqa lmadi shu taallamna? Taallamna le phonème 1, bravo! Metel poussin, ou coussin, ou moulin, ou chemin, ou ktir kalimet. بهيدي الحلقة رح نتعلم شي تاني. أنا نسيت خبركن إنه أنا قبل ما تبدأ الحلقة كنت مشغولة كتير، كنت عم بكتب رسالة، يعني une lettre en français، لأنه صديقتي يلي عايشة en France بفرنسا ببعت لها دايما دي lettre. بحب كتير أكتب لها دي lettre غير إنه أحكيها على التليفون أو أبعت لها إيميل. بحب كمان أكتب lettre وأبعتها بقلب ظرف، يعني ب envelope. بس بدي اقول لكم شيء اصدقائي، تنبعت انفلوب على بلد ثاني لازم نكتب العنوان كثير واضح ليوصل مزبوط، وكمان لازم نلزق عليه شيء. هيدا الشيء هو يلي انا حملته بايدي، بيقولوا له بالعربي الطابع، الطابع المالي. ان فرونسي بنقول له ان تامبر بوست، او فينا نقول كمان تامبر، لو تامبر. تامبر سيت ان نو ماسكولان. وأنا لما انتهيت من كتابة اللاتر، يعني الرسالة، أكيد وحطيتها بالانفلوب بالظرف، لزقت عليها لو تامبر. تعرفوا إنه كل بلد في عنده تامبر لإله. شفتوا؟ حدا منكم شايف تامبر قبل؟ بدي أقولكم تنتبهوا كتير، إذا أهلكم عندهم دي تامبر بالبيت ما تلعبوا فيهم، لأنه لي تامبر منشتريهم، ما فينا نحن نعملهم. وإذا لاحظتوا هن شيء تمين، يعني شيء أوفيسيال، وبينحط على كتير مستندات خاصة بالماما وبالبابا. بدنا ننتبه لهم كتير، إذا شفناهم نعطيهم إياهم دغري. هيدا لو تامبر. تامبر هي كلمة بتتضمن صوت، وهيدا الصوت نحن بنعرفه أن تامبر. مزبوط، نحن تعلمنا بالحلقة الماضية لو فونيم أن، تعلمنا إنه بنكتبه إي إن. بس بدي خبركم سر، ان سكري، انه كمان فينا نكتبه بغير طريقه، فينا نكتبه اي ام. اي ام كمان بسمعوا ان. طيب هلا بدكم تقولوا لي انه انا كيف بدي ميز اذا بكتب اي ان او اي ام؟ لازم احفظهم؟ فيني ما احفظهم، فيني بس اطلع شو في حرف من بعده. اذا كان في حرف بي او بي بكتب اي ام، احفظوا منيح، بي بي، هول الحرفين بس بيعطوني اي ام، وبسمع بذات الطريقه لو فونيم ان. اذا مين منكم بده يقول لي بكلمه تامبر الطابع لو تامبر، او لكون بكتب اي ان او اي ام؟ تامبر في بي، اكيد بدي اكتب اي ام. ونحن بهالحلقة رح نتعلم كلمات تتضمن لو فونيم ان اي ام، يعني في من وراها اكيد اكيد او بي او بي. جاهزين؟ جاهزين لحلقتنا؟ رح ننطلق، بس بالبداية رح نسمع اكيد الالفابي فرونسي. Forme l'alphabet, le sais-tu, le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet, le sais-tu? Les lettres, oui, les connais-tu? A, avion, B, bateau, C, cochon, D, comme D, E, éléphant, F, comme fleur, G, girafe, H, hibou, I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nous. O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo, W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. رجعنا أصدقائي، ونحن بهيدي الحلقة
رح نكمل يلي تعلمناه بالحلقة الماضية. شو تعلمنا بالحلقة الماضية؟ لو فونيم ان. بدنا نتذكر مع بعضنا كيف بنكتب ان. اي ان. برافو. اي ان مع بعضهم بيعطوني لو سون ان. نرجع نتذكر اي ان. نتذكر كلمات تتضمن هيدا الفونيم مثل ان لابان. برافو. ان لابان. مين بعد بده يذكرني بكلمه ثانيه؟ خلوني احذركم، انا رح اقولهم بالعربي وانتم بدكم تقولون ان فرنسي. الطاحون او المطحنه. ان مولان. برافو. ان مولان. بعد بدي احذركم كلمه ثالثه، الصوص. شو بنقول له؟ ان بوسان. برافو. ان كوسان. كوسان يعني صوص. طيب كوسان شو يعني؟ كوسان يعني مسودة. برافو. هن كلمات شفناهن بالحلقة الماضية، بس حلقتنا لليوم بتحكي عن لو فونيم ان لما بنكتبه افيك اي ام. مين بده يذكرني؟ مين بده يذكرني انا اي متى بكتب اي ام؟ وكيف بميز اذا اي ان او اي ام؟ عندي حرفين بدي اطلع من بعده، ابخي، حرف البي وحرف البي. رح اذكركم بشكلهم، سي لا لتر بي، الالفابي بنقول ا بي، اي سي لا لتر بي. هودي الحرفين لما بينوجدوا ورا من بعد الصون ان، دغري بدل ما اكتب اي ان بكتب اي ام. واول كلمه رح نكتبها سوا هي الطابع. الطابع المالي بنقول له ان تامبر. شوفوا كيف نكتب ان تامبر. ان تامبر. انا وعم بكتب بدي دائما انتبه لما بكتب تامبر، وانتبه انه في عندي ان بي، دغري دغري اكتب اي ام. ان تامبر. ونحن قلنا انه لو تامبر هو شيء مهم. مهم ان فرانسي يعني امبورطون. ان تامبر امبورطون. شوفوا كيف نكتب امبورطون. امبورطون. بس قول لحدا سي امبورطون يعني مهم. هذا الشيء مهم. ان تامبر امبورطون. انا ليه كتبت اي ام؟ برافو، لانه عندي لا لتر بي. اذا بكتب اي ام. امبورطون يعني مهم. امبورطنت بالانجلش. امبورطون. فيني اقول ان اكزرسيس امبورطون يعني تمرين مهم. ان كايي امبورطون دفتر مهم. امبورطون يعني مهم. ان تامبر امبورطون. طابع مهم. وغيره وغيره من الكلمات رح نتعلمها بحلقتنا كمان اليوم، بس هلا رح خليكم ترتاحوا شوي من الكلمات يلي تذكرناهن واللي تعلمناهن بفقره رح تحبوها، ورح ارجع لكم. وبس ارجع بدي اعلمكم او بدي افسر لكم اغنيه جديده، une nouvelle chanson. جاهزين؟ يلا هلا بنرجع. Un raisin. Un sapin. Un poussin. Un dauphin. Un timbre. Le matin. وعدكم. Je suis devant le petit tableau. على البيتي تابلو je vous ai accroché. على لقيت ورقة، وهيدي الورقة مكتوب عليها كلمات
la nouvelle chanson, l'ornie, le jdidé, yali rah nitaallama lyom. Lahna ktir ktir halo, w kalimata ktir mhammin. Shu yani kalimat mhammin? Des paroles importantes. Importantes l'anno féminin. Law qulna important kan l'al masculin. Mathal un timbre important. Bas iza féminin, une parole importante. Des paroles importantes. هلا انتو جاهزين لنبلش بالأغنية؟ رح اشرح لكم اياها. الأغنية عنوانها لي ميتيي. لي ميتيي. بتعرفوا شو يعني ان ميتيي؟ يعني وظيفة. كل واحد منا عنده وظيفته. في عنا كتير وظايف. شو بتعرفوا من الوظايف؟ تذكروا حواليكم الناس شو بتشتغل. في عندي لحام، ان بوشي، في عندي مثلا بائع الخبز، لو بولانجي، الطبيب، لو ميدسان، المعلمة، لو بروفيسور أو لانسينيان، وكتير 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 من الوظائف. بهيدي الأغنية رح نتعلم عدد صغير من الوظائف، بنقول لهم لي ميتيي. جاهزين؟ رح نبلش. Quand je suis malade, je vais chez le médecin. Malade, كلمة شفناها قبل. Quand je suis malade, يعني عندما أكون مريضا. Quand je suis malade, يعني لما بكون مريض. Malade, يعني sick, يعني مريض. وأنا بروح. Je vais, يعني أذهب chez le médecin. أول وظيفة هي le médecin. Médecin, نحن شايفين هيدي الكلمة قبل. Médecin, يعني الطبيب. هيدا كان أول وظيفة. Quand je veux du pain, quand يعني عندما. Quand je veux, يعني عندما أريد du pain. Le pain, يعني الخبز. وين ما نروح بس بدنا خبز. Je vais chez le boulanger. Le boulanger, الخباز, بائع الخبز. إذن, لما بدي اشتري خبز, quand je veux du pain, je vais chez le boulanger. قولوا بعد مرة, boulanger. كتير مهم تحفظوا هول الكلمات مع بعضهم. يعني, حفظوا malade, médecin. Malade, مريض. بس كون مريض وين بروح? Chez le médecin. Quand je veux du pain, بتذكر الخبز, le pain, boulanger. Pain, خبز, boulanger, يعني الخباز. رح نكمل. Le boucher. Boucher, كلمة بتشبه bouche. Bouche, يعني الفم. بس ما إلها علاقة أبدا بالفم. Le boucher, شو بيبيع أقولكم? Vend, يعني يبيع, de la viande, يعني اللحم. اللحم. نحن بس بدنا نعمل أكل بيتضمن فيه لحمة بدنا نروح أكيد عند الملحمة عند اللحام واللحام هو يلي بيبيع اللحم منقله en français le boucher انتبهوا ما تضيعوا بين boulanger و boucher boulanger هو اللي بيبيع le pain يعني الخبز برجع بعيد malade مريض وين بروح chez le médecin الطبيب تاني وظيفة قلنا بس يكون بدي du pain خبز وين بروح؟ chez le boulanger يعني اللي بيبيع خبز وبس بدي لحمة de la viande بروح chez le boucher et le pharmacien سامعين شي كلمة pharmacie pharmacien la pharmacie هي الصيدلية يعني المكان اللي منبيع فيه الدواء et le pharmacien des médicaments نحن قلنا ببداية الجملة Le boucher vend de la viande et le pharmacien des médicaments. يعني كأنه عم بقول إنه البوشير يبيع اللحم et le pharmacien يبيع بس بدل ما عيدها مرة تانية ما قلتها بس هو بيبيع أدوية. Des médicaments. Médicaments يعني الأدوية. Le berger prend soin de son troupeau. Le berger يعني الراعي. والراعي هي وظيفة. الراعي شو بيعمل؟ بينتبه على التروبو يعني على الخراف اللي معه أو الشافغ العنزات يعني هو كل الوقت بينتبه لهم بيدهرهم بيسقيهم وهيدي وظيفة وهيدا شغل متعب وبيطلب منه كتير مجهود الوظيفة إذن اللي شفناها من بعدها هي le berger ولو بعد مرة le berger
آخر جملة بالأغنية بتقول كل جوا، نحن كتير عم نشوفها هيدي كل جوا، يعني هيدا الشي كتير بيفرحنا. كل جوا ديمي، إيمي يعني أحب. لما أقول لحدا جو تام يعني أحبك، I love you. كل جوا ديمي يعني شو حلو إنه نحن نحب سون ميتي، إنه كل إنسان يكون بحب وظيفته. بتعرفوا لتقدروا كل يوم تروحوا على الشغل لازم بتكونوا بتحبوا يلي بدكم تشتغلوا. رح ارجع اقرا مره واحده كل الكلمات. لي ميتيه. Quand je suis malade, je vais chez le médecin. Quand je veux du pain, je vais chez le boulanger. Le boucher vend de la viande, lahm. Et le pharmacien, صيدلي, des médicaments, الأدوية. Le berger, الراعي, prend soin de son troupeau. Quelle joie! آخر جملة بتعبر عن الفرح. Quelle joie d'aimer, إنه نحب son métier. إنه كل إنسان يحب métier تبعوله. حبيتوا الأغنية؟ فيكن تفكروا كل يوم شو حابين تشتغلوا بس تصيروا كبار وتسألوا بعضكم. هيك طريقة جديدة لتلعبوا بالبيت. أما هلا أكيد ناطرين تسمعوها للشانسون، وأنا كمان بدي أسمعها معكم. Quand je suis malade, je vais chez le médecin. Quand je veux du pain, je vais chez le boulanger. Le boucher vend de la viande et le pharmacien des médicaments. Le berger prend soin de son troupeau. Quelle joie d'aimer son métier. Quelle joie d'aimer son métier. رجعنا أصدقائي للفقرة الأهم. ليش أهم؟ لأنه من خلالها بنتعلم أكتر شيء عدد كلمات. لازم ضروري ضروري تكونوا عم تكتبوهم لأنه أكيد رح تنسوهم. جاهزين؟ هلأ أكيد حلقتنا تحكي عن الفونيم أن لما بكتبوه إي أم. بس أنا كمان حبيت بهيدي الحلقة علمكم كلمات جديدة كمان بنسمع فيها أن، تتضمن لليتر إي أن، يعني إي أن وإي أم. فيكم تحطوا مثل ما علمتكم بالمرة الماضية، تقسموا الدفتر على النص، تحطوا من جهة الكلمات يلي بنسمع فيها ان ونكتبها اي ان، ومن جهة تانية اللي بنسمع فيها ان ونكتبها اي ام. جاهزين؟ أول كلمة رح نشوفها هي كلمة جديدة أكيد. الصباح. الصباح بنقول له لو ماتان. لو ماتان يعني الصباح. لو ماتان. شو منقول الصبح لما منتلقى بحدا؟ بونجور. بتعرفوا انه هيدي الكلمة كتير بتتردد وهي كلمة فرنسية بتقولوها كتير بس ما بتعرفوا، مثل جود مورنينج يعني. بونجور هي الكلمة منقولها في الصباح، وان فرانس بفرنسا بيستعملوها كل نهار، يعني بيقدروا يلتقوا ببعضهم بالليل كمان ويقولوا بونجور. بالبعض البلدان العربية بيميزوا شوي، بالصباح بيقولوا بونجور وبالليل بفضلوا يقولوا بونسوار. ليه؟ لأنه لو ماتان بونجور كأنه جور، إنه طلع الضو وبلش نهار جديد، ان جور يعني نهار، وبونسوار لأنه كلمة سوار يعني المساء، يعني كأنه عم قول مساء الخير. لو ماتان، لو ماتان يعني الصباح. برجع للكلمة، شوفوها منيح، كلمة كتير سهلة. ماتان، ام ا تي اي ان، اي ان مع بعضهم لانه بدي اسمع فيهم من خلالهم ان، هن بصيروا اصدقاء بيلقطوا ايدين بعضهم ومع بعضهم بيعطوا هيدا الصوت. لو ماتان يعني الصباح. كتبتوها؟ رح تابع. جو كونتينيو افيك لو دوزيام مو. شو شايفين؟ اكيد تذكرتوها. انا عم برجع اذكركم بكلمات ماضيه، ويلي ما لحق أو ما شافها بالماضي بحلقات قديمة بيقدر هلأ يتعلمها. أن سابان هي شجرة عيد الميلاد. فيني أقول لو سابان. من هيك على عيد الميلاد منقول لو سابان
de Noël. El milad, yani Noël, Christmas. Un sapin. شوفوا sapin تنتهي ب i n بسمع un وبكتبها i n. Le sapin. شوفوا s a p i n. Un sapin. وانتو بتعرفوا le sapin de Noël نعمل له décoration يعني من زينه avec des boules, boules, des boules, des boules multicolores يعني كتير فيها ألوان. Avec des lampions, يعني كمان بالإضاءات بالأضوية بالضوء بالطفي. Un sapin. تحتابع. عندي هون كلمتين. مين منكم حذرهم طلعوا كتير منيح لأنه يلي كتب ببداية الحلقة يلي كتبته على التابلو هلا أكيد حذر. أنتوا شو شايفين بالصورة؟ طابع. هيدا طابع مالي مختلف عن اللي فرجيتكم إياه ببداية الحلقة. لأنه هيداك الطابع كان طابع لبناني هون طابع جاي من فرنسا. Un timbre. برافو. طابع يعني timbre. Important. أنا كتبت important لسببين. تتذكروا أنه important يعني مهم وتتذكروا أنه كل ما يكون عندي B أو P ما بكتب EN بكتب EM وبلفوز أن. Un timbre important. Je continue. الكلمة اللي ما قبل الأخيرة لليوم هي un raisin. Raisin يعني عنب. نحن شايفينها بالحلقات الماضية. Un raisin. هيدي اللي شايفينها العنقود منقله une grappe de raisin. يعني عنقود من العنب. Un raisin. أما الكلمة الأخيرة كمان بسمع فيها un وبآخر الكلمة بشوف EN هي حيوان كتير كتير مهضوم هو كتير بحب الإنسان. Un dauphin. الدلفين هو نوع من الحيوانات يلي بتعيش بالمي أكيد ما فيها تعيش أبدا برات المي وكتير كتير بحب الإنسان ما بيأذي الإنسان أبدا. Un dauphin. هي شوي صعبة مثل ما شايفينها لأنه بسمع F بس ما بكتب F بكتب PH وبآخر الكلمة EN. Un dauphin. كتبتوها؟ برافو. هلا وبما أنه وصلنا لآخر ولنهاية حلقتنا بدي أطلب منكم ترجعوا تتمرنوا عليهم كتير منيح تعيدون وترسموا حدهم وتلونون كرمال ما تنسوا أبدا الكلمات يلي تعلمناها بهيدي الحلقة. وأنا أكيد ناطرتكم بالحلقة اللي جاية. ما تنسوا تتواصلوا معنا على facebook.com/madrasati7kids. Au revoir mes amis. Quand je suis malade, je vais chez le médecin. Quand je veux du pain, je vais chez le boulanger. Le boucher vend de la viande et le pharmacien des médicaments. Le berger prend soin de son troupeau. Quelle joie d'aimer son métier. Quelle joie d'aimer son métier.